ماذا يحدث؟ هل احنا بالفعل قدام زعيم فلسطيني جديد هيدخل غزة والضفة على ظهر دبابة إسرائيلية؟ ايه هي حقيقة الضغوط اللي بتمارس على محمود عباس ابو مازن عشان يتنازل عن السلطة وعشان يتم تعيين نائب ليه او رئيس حكومة جديد بصلاحيات واسعة؟ هل محمود عباس ابو مازن هيختفي من المشهد خلال المرحلة اللي جاية؟ هل هناك بالفعل توجه او هناك اتفاق لتشكيل قوة أمنية مسلحة قوامها 2500 جندي برئاسة محمد دحلان أو ماجد فرج عشان تحكم غزة وأجزاء من الضفة؟ وليه محمد دحلان طلع بنفسه نفى في بيان رسمي توليه أي منصب خلال المرحلة الراهنة؟ هل نفي النفي إثبات؟ وإيه هي حقيقة التسريبات اللي نشرتها كتير من الصحف الأجنبية زي وول ستريت جورنال وزي مجلة التايم وزي نيويورك تايمز وغيرهم من الصحف الأجنبية اللي بتأكد وبتقول إن محمد دحلان وربما أيضا ناصر القدوة أحدهما سيكون بديلا لأبو مازن؟ فهل ده جزء من الحل؟ هل هو ده الحل في الاتفاقات الرهنة لفك حالة الاحتقان اللي موجودة في الملف القضية الفلسطينية؟ إيه هي كمان تفاصيل الاجتماع اللي حصل في دولة عربية وحضروا مسؤولين كبار جدا بيمثلوا 6 حكومات لدول عربية كبيرة عشان يحطوا خطة تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني برمته وليس خطة إنهاء الحرب فقط؟ هي حلقة النهاردة هنقول فيها تفاصيل كتيرة جدا مش هتسمعها في حتة تانية. هنبدأ معكم النهاردة بما جاء في صحيفة وول ستريت جورنال، والحقيقة طلعت وفضحت ما يدور وراء الكواليس وكشفت كتير من مخططات المرحلة اللي جاية بشأن فلسطين وغزة وحماس ودحلان وابو مازن بالبلد كده. اللعبة بقى على المكشوف. الصحيفة الحقيقة اتكلمت في تقرير مفصل عن جوانب كتيرة من ملف التسوية وقالت ان في تحركات كبيرة بيقودها مسؤولين كبار في أمريكا وفي إسرائيل وبعض الدول العربية، هدفهم تمكين محمد دحلان اللي كان بيشغل في وقت سابق مستشار لمحمود عباس أبو مازن وكان برضو رئيس جهاز الأمن في قطاع غزة، هدفها تمكينه من السلطة عشان يكون بديل لعباس أبو مازن وبديل لحماس في غزة كمان، خاصة وإن دحلان خلال الفترة الأخيرة الحقيقة كان بيقوم بجولات كبيرة جدا في المنطقة ويقال انه زار عدد من الدول الكبرى المؤثره في الملف الفلسطيني اكتر من مره، يعني عمل زياره اكتر من مره والتقى كمان هناك بقيادات من حماس ومن فتح وقيادات من السلطه الفلسطينيه وده بدعم وتاييد من دوله الامارات، وكان بيطرح نفسه دايما كبديل توافقي لكافه الاطراف المعنيه بالصراع وقدم نفسه باعتباره الشخص القادر على الإشراف وتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة نيابة عن الإدارة اللي بتحكم غزة حاليا اللي هي حماس. يعني الصحيفة الحقيقة ما اكتفتش بكده، دي طرحت شكل واضح ومفسر للخطة المطروحة واللي بتقضي بتشكيل قوة أمنية مسلحة يترأسها إما محمد دحلان أو ماجد فرج، وماجد فرج ده ماسك مدير المخابرات العامة في السلطة الفلسطينية. القوة دي مهمتها ايه؟ او قوامها الاول ايه؟ قوامها 2500 جندي مسلح، مسؤوليتهم التنسيق مع قوة اخرى دولية عشان تحافظ على الامن وتفرض حالة الاستقرار وتحمي الامن الداخلي في مقابل انسحاب كامل لاسرائيل من قطاع غزة. الخطة دي كمان اشترطت ان كل عناصر الفرقة الامنية كلهم يخضعوا لفحص امني بحيث يتم التأكد من عدم وجود اي ولاءات تجاه حماس او تجاه السلطة الفلسطينية نفسها اللي بيمثلها محمود عباس ابو مازن في الوقت الراهن، واللي هيقوم بعمليات الفحص الامني دي هي مصر وامريكا واسرائيل. وفي حال الاتفاق على هذا الديل او هذا الاتفاق هيتم منح محمد دحلان او ماجد فرج صلاحيات اوسع ودعم اكبر يساعده على حماية الامن واعادة الاعمار في غزة خلال مساعدات ستقدم ليه من دولة الامارات وغيرها من الدول العربية. طبعا محمد دحلان انزعج من هذه التسريبات وطلع بيان رسمي بينفي فيه كل هذا الكلام. بالمناسبة محمد دحلان اتولد في مخيم للاجئين ونشأ نشأة فقيرة جدا
وتربى في خان يونس، وهي نفس المدينة على فكرة اللي نشأ فيها يحيى السنوار زعيم حركة حماس الحالي. طبعا طلع البيان اللي طلعه دحلان نفى فيه كل التسريبات الموجودة في وول ستريت جورنال، وقال انه مش هيمسك اي مسؤوليات ولا اي منصب متعلق بإدارة غزة في المرحلة اللي جاية. وقال نصا: لقد اعلنت مرارا رفضي لقبول او اداء اي دور امني او حكومي او تنفيذي في الوقت الراهن. لكن في نفس الوقت وفي نفس البيان المنشور على حسابه الرسمي في منصة اكس، قال انه بيشتغل خلال المرحلة الحالية على خطة عمل دولية موثقة واهدافها مجدولة عشان في النهاية يقدر يجسد نضال الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. لكن الحقيقة كل التسريبات المنشورة في الصحافة الاجنبية حقيقة جاية عكس كل اللي جه في بيان محمد دحلان، عشان كده مش ممكن نتجاهل واحنا بنتكلم في الملف ده الحوار اللي عمله محمد دحلان مع صحيفة نيويورك تايمز في شهر فبراير اللي فات. مش ممكن كمان نتجاهل تصريحاته اللي كلها كانت واضحة وما تحتملش اي تأويل، واللي كشف خلالها عن تفاصيل خطة سرية بيتم اعدادها وبيتم الاتفاق بشأنها علشان يستهدف، او هذه الخطة بتستهدف انه يتم الدفع بزعيم فلسطيني جديد يتولى إدارة قطاع غزة وأجزاء من الضفة الغربية، وإن الخطة دي بموجبها يتنازل محمود عباس أبو مازن عن جزء من صلاحياته ويحل محله الزعيم الجديد بشكل تدريجي بحيث يتم تقليص دور أبو مازن تدريجيا ويصبح بعد ذلك مجرد دوره مجرد دور شرفي. الزعيم الجديد ده إما هيكون نائب لأبو مازن ليه صلاحيات واسعة، أو يكون رئيس وزراء ليه برضو صلاحيات واسعة كمرحلة انتقالية يختفي بعدها أبو مازن من المشهد تماما. دي تفاصيل ما قاله محمد دحلان. دحلان كمان قالها علنا: لا عباس ولا حماس، أشخاص جدد سيتولون السلطة الفلسطينية. وعلشان الخطة دي تتم وفق تصريحات محمد دحلان في نيويورك تايمز حصل اجتماع في السعودية. الاجتماع ده حضروا مسؤولين كبار جدا في 6 حكومات عربية عشان يبحثوا الخطوط العريضة للتنفيذ، وطرحت حل الدولتين كأولوية من أولويات الحل، وأكدت كمان أن الخطة دي بتستهدف تسوية الصراع برمته وليس مجرد الحديث عن وقف الحرب أو تسوية أوضاع راهنة فقط، لا، هم عايزين يعملوا تسوية كاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال توافقات وتفاهمات هتتم بين كافة الأطراف. وبصراحة لما نيجي نبص للمشهد ونحاول نعمل قراءة موضوعية بعيدا عن أي تهويل، هنكتشف بالفعل أن محمود عباس أبو مازن فقد كتير جدا من تأثيره أو قدرته على تحريك المشهد أو التأثير في مجمل المواقف المتعلقة بالقضية الفلسطينية. عباس أبو مازن كان في وقت من الأوقات هو مهندس اتفاقية أوسلو للسلام اللي اتعملت مع إسرائيل سنة 93، واللي أنعشت وقتها الأمال والأحلام حوالين حلم إقامة دولة فلسطينية. لكن الحقيقة الحلم ده تم تقويضه، وتم معاه تقويض مصداقية وقدرة ونفوذ محمود عباس أبو مازن، خاصة مع تزايد بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. والكلام ده على فكرة نشرته وكالة تويترز في تقرير مفصل، وقالت كمان ان كتير من الفلسطينيين نفسهم بينظروا الى ادارة ابو مازن على انها ادارة غير ديمقراطية وبعيدة عن ارض الواقع. علشان كده طلعت انباء تانية بتقول وبتطرح اسم ناصر القدوة وزير خارجية السلطة الفلسطينية السابق ونجل شقيقة الزعيم الراحل ياسر عرفات عشان يحل بديلا لابو مازن، وبالمناسبة هو واحد من المقربين جدا لمحمد دحلان، فبالتالي الطرح بين اثنين، يا محمد دحلان يا ناصر القدوة، احدهما ربما يكون هو البديل المستقبلي او الرئيس المستقبلي لفلسطين. لكن الاكثر قربا هو محمد دحلان، ما فيش كلام يعني. وول ستريت جورنال اكدت على ان طرح اسم محمد دحلان بيعد بمثابة حل مؤقت لمسألة من سيتولى قيادة قطاع غزة بعد حكم حماس. والكلام ده نقلته الصحيفة مستندة على مصادر في حماس نفسها ومصادر كمان من دول عربية كبيرة فاعلة في ملف الفلسطيني، خاصة وأن كل الأطراف شايفة أنه دحلان واحد من أهم القادة الفلسطينيين المستقلين اللي لا هو محسوب على حماس ولا هو محسوب على السلطة الفلسطينية، وبيحظى بجانب توافق كبير جدا من أطراف الصراع. الحكومة الإسرائيلية نفسها بتشوف فيه الشخص المناسب اللي ممكن تتعامل معاه، وأعلنتها بدون أي مواربة أو تجميل أنها عاوزة محمد دحلان كبديل متعاون وصديق يحكم الفلسطينيين بالبلد كده، عايزة واحد خاين يحكم البلد، عاوزة بديل يقبل الدخول على ظهر دبابة إسرائيلية
وما اعتقدش او ولا اظن ان لا محمد دحلان ولا اي حد عاقل سيقبل بمثل هذا العرض او الدخول في هذه الصفقة بهذا الشكل. ربما يكونوا موجودين في الطرح كبدلاء ولكن ليس بهذا السيناريو. إذن طرح اسم دحلان مش وليد الصدفة ولا وليد النهاردة، لا ده كان دايما وعلى مر سنين طويلة اسمه مطروح على انه الخليفة المحتمل لصديقه القديم وخصمه الحالي محمود عباس ابو مازن. كان قبل كده بيحظى كمان على فكرة بدعم وتأييد ومساندة غير مسبوقة من ادارة الرئيس الامريكي الاسبق جورج دبليو بوش، وكان دايما شايف فيه رئيس فلسطين المستقبلي وانه قادر على قيادة غزة واجزاء من الضفة سواء بنفسه او من خلال وكلاء. خاصة على فكرة ان دحلان عنده حزب سياسي قوي ونشط وعنده انصار كتير جدا في الداخل الغزاوي وليه مجموعات نشطة بتعمل ميدانيا على الارض، وده بيفسر وفق ما نشرته وول ستريت جورنال تحركات دحلان الاخيرة المدعومة اماراتيا بتوفير دعم مالي كبير، الدعم اللازم لإعادة الإعمار، وإزاي قام بزيارة غير معلنة لدول عربية كبيرة وعقد لقاءات مع زعماء الأسر الفلسطينية الثرية ومجموعة من رجال الأعمال الفلسطينيين الفارين من الصراع. وحصل وفق تقرير وول ستريت جورنال مشاورات جادة وواسعة بين دحلان وقيادات في عدد من الدول العربية المؤثرة حول تقديرات الموقف، رؤيته، خارطة الطريق بتاعته اللي ممكن يشتغل بيها في المستقبل. كل التحركات دي بتعيد محمد دحلان للواجهة مرة تانية رغم محاولات وبيانات النفي الصادرة عنه، ولكن واضح ان النفي اثبات زي ما قلت لكم قبل كده. وكمان لما نلحظ او نرصد او نحلل الظهور الاعلامي لمحمد دحلان هتلاقيه ظهور نادر جدا جدا، ودايما بيرفض وبيعتذر عن مقابلات صحفية كتيرة جدا بتتعرض عليه من مؤسسات صحفية كبيرة. لكن بعد احداث 7 اكتوبر لقيناه ظهر مع مجلة التايم الامريكية وبعدين مع نيويورك تايم، وبدأت التصريحات والتلميحات بانه بيغازل الاعلام، وتصريحاته دايما بتؤكد على انه غير مهتم بتولي منصب قيادي رسمي في اي حكومة مستقبلية فلسطينية، وكأنه بينطبق عليه المثل الشعبي اللي بيقول اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجل، لان الحقيقة الواقع عكس كده وتحركاته وتربيطاته عكس كده. عشان كده محدش يقدر ينكر وفق تحليلات كتير جدا من الساسة والمراقبين ان محمد بن دحلان يمثل قوة كبيرة في معادلة السياسة الفلسطينية، وده راجع لمساعدات كتيرة بيحصل عليها ودوره في توجيه الاموال الاماراتية لغزة، لانه بالفعل بيتمتع بعلاقات وثيقة مع افراد الاسرة الحاكمة ومستشار لرئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد. مش كده وبس، دحلان بنى شبكة علاقات وثيقة وقوية جدا مع كبار المسؤولين في حركة حماس خلال السنوات الأخيرة، وحاليا بيتمتع بشبكة واسعة من الدعم في غزة، خاصة وأن الملايين اللي حولتها الإمارات لغزة كلها تمت من خلال محمد بن دحلان. كل الفلوس دي وكأن كان من ضمنها أو من ضمن أهدافها أنها تعزز مكانة ومنزلة محمد دحلان وسط الفلسطينيين. عشان كده كتير من الدوائر السياسية سواء داخليا أو خارجيا بتنظر إليه على أنه خليفة محتمل لمحمود عباس أبو مازن. إسرائيل نفسها بتنظر إليها على أنه شريك محتمل أو خليفة محتمل لمحمود عباس أبو مازن. سيبك بقى من كلامه وتصريحاته للصحف والإعلام واللي بيقول فيها أنه غير مهتم بتولي دور قيادي رسمي وأنه مش عايز أي منصب في خلال المرحلة الراهنة، لكن على أرض الواقع ما يحدث عكس ذلك، كل التسريبات اللي بتطلع عكس ذلك، وأنه كمان طول السنين الأخيرة أنفق الكثير من الوقت وكثير من المال عشان يجري إصلاحات في شبكة علاقاته القديمة سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، وده بيؤكد أننا أمام رجل سياسي محنك عنده الحقيقة بعد نظر، عنده كمان تطلعات سياسية طويلة المدى. وتصريحاته لمجلة التايم اللي قال فيها سأساعد إذا كانت هناك فرصة لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني لا يمكن أبداً أننا نغض البصر عنها في إطار الرؤية المستقبلية لمن سيحكم فلسطين بعد أبو مازن. دي تقريبا تفاصيل ما يحدث في هذا الملف. شكل مستقبل القيادة الفلسطينية هيكون إزاي؟ شكل التربيطات والتفاهمات والتدخلات والتشابكات الدولية، الأسماء اللي بتطرح على مائدة وطاولة المفاوضات من كافة الأطراف الفاعلة في المشهد الفلسطيني بتؤكد أن القادم سيحمل مفاجآت كثيرة فيما يتعلق بقادة أو زعماء القضية الفلسطينية في المستقبل.
لا اعتقد ان ابو مازن سيكون له دور كبير وفاعل في المرحله الجايه. هناك اسماء وزعماء جدد سيبرز اسمهم في المشهد، ونتمنى ان يكون بروز الاسم بقناعه عربيه عربيه فلسطينيه. لا نتمنى ابدا ان احد يصل الى السلطه الفلسطينيه على ظهر دبابه اسرائيليه. نتمنى الخير دايما لمصر وللعرب وللقضيه الفلسطينيه. اشكركم، السلام عليكم ورحمه الله.